مساء الخير. لقد ثار الناس لأن من يدعي محاربة الفساد يشارك في الفساد ويغطي الفاسدين ويتحالف معهم في الحكومة والنيابة والتعيينات التي أتى بعضها بمن لا يستحق أن يكون أمين مستودع، فإذ ببعض الزعماء يسلمونه إدارة وقضاء ومجالس بميزانيات ضخمة. لقد ثار الناس لأن مطارهم وسخ ومرفأهم يسرح فيه المهربون ويمرحون، وحدود بلدهم فالتة للزعران والمهربين، ولأن طرقاتهم تتسبب بمقتل المئات سنويا، وبحرهم ملوث والشاطئ مسروق وبعضه تحول إلى مطمر للنفايات. لقد ثار الشعب لأن بعض سياسييه يمننونه ليل نهار ويدعون نظافة الكف بينما يتشاركون في الصفقات. وثار لأن السياسيين يضعون أيديهم على القضاء، وبعض القضاء فاسد، وبعض الأمن فاسد، وبعض الهيئات الرقابية فاسد. أتسألون لماذا ثار الشعب؟ اسألوا من ينامون في السجون منذ سنوات بلا محاكمة، واسألوا من يحرمون من الجنسية اللبنانية بينما يجدون أصحاب المليارات ينالونها في مراسيم مهربة وبعضها مدفوع الثمن. أتسألون لماذا ثار الشعب؟ اسألوا والد إلا طنوس الذي لم يتمكن منذ سنوات من محاسبة من تسبب ببتر أطراف طفلته في جمهورية بترت فيها أخلاق وضمائر بعض المسؤولين. أهلا وسهلا بالإعلامي ريمان جيم وبالممثل بديع أبو شقرة بهالحلقة الخاصة لمتابعة الحراك الشعبي. كمان بالقسم الثاني رح يكون معنا الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، وبالقسم الثالث الممثل وسام حنا. ريما، اللي شفناه بهال 17-18 يوم، شو هي ثورة، انتفاضة، حركة شعبية، حراك شعبي، فورة، شو بتسمي؟ هيدا نتيجة كل شيء ذكرته بمقدمتك داني. هيدا النتيجة، يعني نحن لو ما عملنا هيدا النتيجة شو ما كان بدهم يسموه أكيد اسمها ثورة بالنسبة لإلي. بس إذا حدا حب يقول انتفاضة، إيه انتفاضة، إيه حراك، وإيه مستمر، وإيه ثورة، لأنه الناس يعني أنا بشغلي كل يوم بسمعهم عم بيثوروا، كل يوم كانوا يثوروا على الهواء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونقول عنهم هيدا شعب ما بيعرف يثور. نتطلع بالدول العربية حولنا، نتطلع بوين ما كان حولنا، نلاقي إنه في شعوب حية، في شعوب بتعرف تطالب بحقوقها، مش بمطالبها، بحقوقها، بأدنى حقوقها. نتطلع حوالينا ومنسافر ومنشوف، منشوف إنه نحن مثل ما ذكرت يعني أسوأ دولة على كل المستويات. يعني مش معقول نحن كشعب نقعد ننطر تصنيفات لبنان الاقتصادية وين بتكون بالآخر. هيك اليوم إجا تصنيف جديد كمان تراجعنا. يعني كل الوقت كنا عم نراقب شو عم بيصير حوالينا وساكتين، بس بالآخر يعني بدنا نحكي، بالآخر بده يطلع هيدا الصوت، بالآخر صرخة الناس لازم توصل لشي مطرح. لكل اللي عم بحجموا هيدا الحراك وعم بيقولوا عنه إنه مش ثورة وحراك وشو ما ليه، يقولوا كلمات، صرخة الناس بدها تأنبلن ضميرهم، بدها توجعهم بمطرح لو قد ما شيطنوه ولو قد ما لقوله أخبار. أنا كنت عم بسمعهم يومياً اللي ذكرته عن المستشفيات داني بمقدمتك، عن المرفأ، عن ريحة الزبادة اللي كل يوم نتنشأ نحن ورايحين أشغالنا وراجعين. يعني في بعض الناس انزعجت من تسكير الطرقات، مع حق بنسبة معينة، بس بالآخر بالآخر كنا عم نروح ونجع أشغالنا بدون قطع. بس كنا كمان كل ما أجا زعيم نوقف له، وكل ما اجى ضيف من عنا من برا تسكر داون تاون كلها، وكل ما بده يمرق حضرته نوقف له 10 ساعات، وكل ما بدها تشتت الدنيا بدها نوقف بالمي. يعني كمان يعني كان عنا معاناة كثير كبيره اسفرت عن هالشيء. بديع كتار اكيد سمعت قالوا لك هالجمعتين ثلاثه شو بدك بالشغله، انت فنان عندك علاقات مع الكل، لازم تطل هون وهون، ما لازم تنشمس. اكيد سمعت كثير، انشمست ومش فرقاني معي. بس في ثمن رح تدفعه مقابل كل هذا. ومش فرقاني معي الثورة اللي شاركت فيها، ومش فرقاني معي بكل صراحة وبكل بساطة، لأنه الوطن أولا، لأنه بالدرجة الأولى الواحد بده يكون لما بده يكون فنان عن جد بده يكون صادق مع نفسه وعم بيقول الحقيقة،
وعنده الفنان هو قضية، الفنان مش مجرد انترتينمنت وتسلية، الفنان قضية، وهيدي القضية ما في أجمل منها لما تكون هي قضية وطن. وطن جريح صار له 30 سنة، وطن مثل السفنجي صار كله من جوا مدود لهالدرجة، دود ناخره. وأنا مثل ما قالت ريما كمان، إنه كنت أقول يا عمي كيف منقبل نحن هيك؟ أنا عشت برا وبعرف إنه ما بيقبلوا، كيف نحن منقبل؟ لو وصلنا لمرحلة لقينا إيه مزبوط الشعب. أنت كان عندك هالانتفاضة، كانت موجودة عندك، تبين بإطلالاتك مقابلاتك على السوشيال ميديا تبين. شو صار هلأ تا هيك فار هالشعب؟ يعني في يعني نمنا ليلة وعينا، في شيء تغير بالبلد؟ اللي بعتقد الشرارة اللي خلتنا نوصل لهالمرحلة هي لما حس الشعب مش بس مظلوم ومقهور. انت عم تحكينا عم تتابع اللي عم بيصير عبر الشاشة بزيتونة بي كمان. الشعب حس انه مزلول، الشعب حس انه مش محترم، الشعب حس انه ما حدا بياخد برأيه، الشعب لها انه لا ما لازم اتعود، لازم ارفض. هيدي الثورة علمت الناس انه الشعب، الثورة تطالبه بحقوقه، الشعب هو مصدر السلطات وهو بيجيب حق الشعب. مثلا الشعب بيعرف انه الاملاك البحرية هي ملكه، انه كل شط بلبنان فيه ينزل عليه ببلاش، وكل شط بلبنان هو مستباح ومعمر عليه اوتيلات وهيدي معمرة بشكل غير شرعي. الشعب بيعرف انه عم تنسحب المصاري من تحته وهو ما معه خبر. الشعب بيعرف انه كل صفقة عم تعملها الدولة بسلطتها الموجودة ما بتمشي الا اذا توزعت الكوميسيونات على الموظفين الكبار وعلى الزعماء. ونحن من الاول، وانا اكثر كنت يعني مصر على هذا الموضوع، انا لا اتعرض بالشخص لاي انسان، ولكن اي انسان موجود بسلطه وسيستم فاسد فاذا هو فاسد، الاشرف له انه يترك وينتقل الى صفوف الشعب والمعارضه. ريما اليوم فتحت مدارس، قسم كبير منها الجامعات، الناس راحت على شغلها، خلصت الثوره برايك؟ مش حسيت مفروض. اليوم هذا الإحساس حسيت في شي انكسر، في شي خلص؟ ايه إذا بدك ايه حسيت هيك. طب شو بنضل على الطرقات ومسكرين طرقات؟ هيدي الثورة يعني ما في ثورة بتخلص بين يوم وليلة، في ثورات تستلزم دم، في ثورات بالعالم أخذت سنين لحتى، خاصة مع الطقم حاكم له 30-40 سنة يعني معشش بكل الدوائر، يعني بيعرف كيف يحكي مع الناس، بيعرف كيف يستلمهم، بيعرف كيف يألف لهم قصص من الخيال. يعني أنا في شغلة إيه عم نحكي عن الثورة عن الكرامة، قال بديع هي ثورة كرامة أكثر ما هي ثورة جوع، للي عم بيقولوا إنه يمكن هن بيعتبروا الناس الجوعانة هي الناس اللي بنعطيها $100 بالانتخابات، بركي بمرق لها 100 تانية بيمشي حالها. حتى نقول إنه الناس الظاهرة في ناس مرتاحة ماديا، في ناس مرتاحة ايه، بس هيدي كرامة ما خص المصاري. يعني في ناس عندها شركات بس هاي الشركات عم بتأفلس، في ناس أفلست اوريدي شركاتها، مش معناتها ما معها مصاري، بس كمان نتيجة الطريقة اللي عم بيتعاملوا فيها مع الناس ومع الشركات اقتصاديا خلت هالناس يا اما بدها تبقى بطريقة غير لائقة لها والا بدها تفل. يعني بالنسبة للثورة أنا مآمنة فيها، وبديع كمان طبعا، ما هيك هيدا هلا إيماني الوحيد بعد ما أنا ما عندي شيء فكر فيه غيره. ما خيب أملكم؟ لا أنا شوي اليوم حسيت هيك، بس ما بدي خلي هالإحساس يسيطر علي. لا أكيد ما خيب أملنا، لأنه الأشياء اللي عم بتشوفها كل يوم وهيدي الثورة اللي عم بتضيع السلطة بالأشياء اللي عم تعملها، اوعى حدا يفكر انه هيدي اشياء منظمة مخطط لها وفي ادمغه قاعده عم تخطط لها وفي قياده وفي مجلس قياده، هذا كله طقات عم بتمول في جهات خارجيه. خليهم يبرهنوا اذا في جهات خارجيه. انا اول واحد حطيت على تويتر انه جاي السي ان ان تغطي، ما بدنا نعمل مقابلات على السي ان ان، نعمل مقابلات على التلفزيونات المحليه وعلى التلفزيونات اللي بتغطي الاحداث بالعالم العربي. ومش بس هيك، انا بقول انه الشعب هلا يقوم بالثوره بمساعده نفسه،
ولن نثق بأي جهة خارجية كي نبقى متحررين، لن نثق بأي جهة عربية أو غربية أو غير غربية. الثورة وليدة الشعب وستبقى وليدة الشعب. بس هيدا عدم التنظير كمان ما بيضر الثورة بمطرح. مش من زمان قبر شمون دخلت سفارة بكلمة مش الحال وحبوا بعضهم وتوافقوا. يعني صرنا بنعرف نحن مين شغل سفرات ومين مش شغل سفرات، بس هيدي التهمة اللي هي ملتصقة فيهم عم يلصقوها بالناس الطيبة. هي الطبقة الحاكمة، الحكم اللبناني عنده كتير اعتبارات خارجية. يعني كل المسؤولين عندهم اعتبارات إقليمية، وعندهم اعتبارات طائفية، وعندهم اعتبارات اقتصادية. الثورة ما عندها شيء من هيدا الاعتبارات، منشان هيك هي قرار حر. يعني الزعماء مش ممكن، يعني الزعماء مش ممكن يقدروا ياخذوا قرار يفوتوا على الحمام الا ما ياخذوا اذن، او الا ما ياخذوا كل هيدي الاعتبارات اللي حكينا عنها بعين الاعتبار. طيب اليوم عم نحكى عن مبادرات، ونحن بنشط اخبارنا اليوم حكينا عن مبادره مصدر التيار الوطني الحر وتحديدا الوزير جبران بيصير انه تعوا يا حراك مثلوا بالحكومه، هيدا رح يخلق شرخ. هيدا مش هدفنا، وأي شخص يتحاور مع السلطة هو خائن للثورة وخائن للشعب وخائن للشعب للناس الجوعانين. مش شغلتنا نتفاوض. السلطة منبثقة عن أحزاب إلا تمثيل وإلا وجود، وفي ناس معه وعم يشوف في شارع تاني. بدك تقتل الثورة حدا يتحدث باسمهم، هيدا يعني سياسة. بس ما بدنا نعترف بالشارع الآخر وبالفريق. مين قال مش معترفين بالشارع الآخر؟ ولكن هالشارع الآخر، هالسلطة المسيطرة كلها وهذا الشارع الآخر لا يمثل الشعب، لأنه بالانتخابات النيابية كانت انتخابات تحت القيد الطائفي، وكانت نسبة الاقتراع الداشي 25%. فإذا هيدا الشعب، هيدا المجلس النيابي لا يمثل الشعب، والشعب اللي نزل على الشارع هو بالدستور مصدر السلطة، وهو بالدستور يحدد السلطة. هيدا بالدستور، عم نحكي علم، مش عم نحكي هيك عم نتوقع. هلأ الأحزاب الحاكمة بنظام انتخابي جديد ينبثق عن حكومة ذوي أصحاب اختصاص، هن بيرجعوا بيعيدوا هيكليتهم ليواكبوا العصر وبيفوتوا بالانتخابات، وبنشوف ساعتها قديش حجمه. وهيدا وهم إذا فينا نتخيل. ليه وهم؟ إنه هلا هي السلطة الموجودة هيك رح تستسلم، مش رح تستسلم وتزيح وتترك هذا الفريق يحكم. يعني كتير غلط، كتير غلط اللي بيقول أنه الثورة تريد أن تتمثل بالحكومة. هيدا الشيء كتير غلط. الثورة لا تريد أن تتمثل بالحكومة، بالعكس تريد حكومة مستقلة من أصحاب الاختصاص. مش نعنى يعني ما رح يقبلوا الناس أنه ترضيهم يابا خدوا أربع وزراء بوجه أربع وزراء من السلطة بحكومة توافقية. أصلا لا نوافق على الحكومة التوافقية، لأن هيدي شو بسموها ظاهرة سخيفة. يعني كيف بدها تمشي حكومة توافقية؟ ما هني مش متفقين بين بعضهم، يعني ما رح تقدر تاخد أي قرار. ريما، شفنا شعار الثورة أنسة، وشفنا كمان حضور نسائي كان طاغي بكتير ساحات. صحيح، هيدا يعني عامل لافت، اول مره بتكون هالقد بالمظاهرات والتحركات الشعبيه في العنصر النسائي. كمان شو سببه؟ يعني كان لها فتره اذا بدك امتداد لكل الحركات اللي صارت قبل، لكل التحركات النسائيه اللي صارت قبل، يعني لمطالبات النساء ان كان بالجنسيه لاعطاء حق الجنسية لأطفالهم، إن كان للقوانين الخبيثة اللي بتصدر عن مجلس النواب اللي بتتعلق بالتعنيف. بتتذكر كلنا حملنا صور نساء ماتت ورجال ما تحاكموا. عندنا كتير قضايا العلاقة بالمرأة عيب نكون عم نحكي فيها بهالزمن. في كمان شفنا يعني فنانات بعيد كليا عن السياسة، في حتى ناس يعني انفلونسرز او فاشينيستا شفناهم بالمظاهرات وعاملين اعلام، وصار مين ما كان يجي على المظاهرات، يعني حتى عم يحكوا سياسه. مين ما كان يجي على المظاهرات، صح غلط مش عم يحكوا سياسه. لا بدي اقول لك شيء ثاني، ما فيها تكون الثوره بالشوكه والسكينه، وما فيها تنقي العالم. شوف انا على السوشيال ميديا بحطوا فلانه حامله ايفون مدري شو، انه هي شو نزل على الثوره. يا عمي هيدي عندها كمان
حس بالكرامة نزلت كرماله، أو فلانة يمكن نزلت لتتصور. نحن بالثورة بهمنا العدد كمان، ما ضروري نقعد ننقيهم هيدا فلان تابع لهيدا الحزب، هيدا لابس صليب كيف عم بيطول طالب بالدولة المدنية، بيطلع لك يعني فتاوى على السوشيال ميديا. الثورة مفتوحة لكل الناس، للمثقف وللي أقل ثقافة، للفقير وللأغنى منه. يعني شفنا إذا بتلاحظ كل شرائح المجتمع، وطبعا المرأة كانت يعني بالمقدمة، كانت قوية مش بس على مستوى المطالبة، على مستوى الجسد كمان. فإيه طبعا المرأة اللبنانية أعادت اعتبارها إذا بدك بهالثورة. نعم بدي إذا نحكي الأشياء مثل ما هي، حضرتك تنتمي للطائفة الدرزية، في صورة نمطية للطائفة الدرزية إنه في حزبين أو زعيمتين مسيطرين عليهم تقريبا. أنت عم تجي يعني عم تطلع خارج هذا الإطار، خارج هذا الكادر المعلم، صح؟ وهذا شيء ممكن يخلق لك نقمة ببيئتك. لا مش مزبوط، لأنه الاختلاف بالبيئة هو شغلة كتير أساسية، وهو شغلة ما حدا فيه ما يوافق عليه من ناحية المبدأ. شغلة تانية، أنا ما عندي اعتبارات طائفية، أنا عندي اعتبارات وطنية، وبرأيي الدولة العلمانية الحديثة العصرية هي اللي بتجيب حق أي مواطن وبتدافع عن حق أي مواطن. وهيدا بيخليني أوصل لموقف كتير مهم، هيدا يعني تطمين إذا بدك لبعض الناس اللي خايفين من هيدا. الثوار والثورة لن يسمحوا تحت أي ظرف بأنه حدا يتحارب أو يتحاصر على ظهرهم أو من خلالهم. ما رح يسمحوا أنه حدا يستعملهم لهدف محاصرة أي اتجاه أو أي شخص أو أي طائفة أو أي أقلية أو أي زعيم على ظهرهم. لن نسمح، هيدا خط أحمر. الثورة مستقلة ومتحررة من كل لن نسمح، لن نقبل، لن نوافق، لأنه هيدا رأي الشعب، هيدا رأي الناس، هن عم بيقولوا هيك. طبعا هن الناس عم بيقولوا هيك، نحن مش عم نقول رأينا والناس عم يلحقونا، لا، الناس عم بيقولوا رأيهم نحن عم نلحقهم. الناس الواعيين بالمقابلات اللي عم تطلع على التلفزيون مع الناس اللي بالشارع، نحن عم نلحقهم، عم نحتزي فيهم. الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بالمظاهرات، الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بالعصيان، الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بشكل الثورة وشكل التظاهر، نحن عم نلحقهم. عم يسبقونا، سبقونا كتير، ونحن منعتبر حالنا المتحررين والعصريين والفهمانين طلعوا أفهم منا بكتير. سبقونا، ما نستخف بالناس اللي عم ينزلوا بالمظاهرات أبدا. هودي الناس هن الأساس، هودي الناس هن اللي بيفهموا، هودي الناس هن القيادة، هودي المليونين شخص اللي عم ينزلوا خلال هيدي الفترة هن القيادة. نحن عم نلحقهم، والزعماء لازم يلحقون، والمثقفين لازم يلحقون، لأنه هن المثقفين ونحن لا أقل منهم. هيدا رأيي أنا، وهيدا اللي شفته، هيدا الواقع. ريما بتطلع تقريبا كل يوم على المستمعين، في شيء بهالأسبوعين تغير؟ يعني رأي الناس، صوت الناس، أنت على تفاعل يومي مع صحيح. مع المستمعين في شيء تغير؟ شي قبل الثورة يعني كانت الناس كل نهار كل الوقت بحالة أحباط كل يوم نق على كل شيء بالبلد، على الطرقات اللي مش مضوية، على الجوار بالطرقات، على الكهرباء، على الغلاء، على كل تفاصيل، على الإهانات قدام ترمبات البنزين لما طلعونا من بيتنا بهالليالي نركض نعبي بنزين، على كل شيء. كان كل يوم في خبر، أو كل يوم إذا بدك في إهانة بحق الشعب اللبناني. كان في عمليات انتحار كنا عم نحكي عنها، كانت عم بتصير بشكل هائل بلبنان، يمكن ما بينحكى فيها كتير أو ما بتسلط الضوء عليها كتير، بس كانت عم بتصير. والسبب هم اقتصادي، حدا ما قدر دفع قبل المدرسة. ما بتصدق داني قبل المدارس شو صار، الناس ما معها تشتري شنطة، عم تاخد أغراض الأولاد يطلبوا شنطة بس لما يحطهم بالكيس، واللي صار مع كتير من الطلاب تعرف فيهم أكيد. كانت حالة نق وحالة أحباط. اليوم صحيح ما وصلت الثورة لمطالبها، بس بتحس الناس بوزيتيف، الناس عندهم طاقة، عندهم هلأ في طبعا نق على قطع الطرقات ما اختلفنا، بس عندهم هيك إيمان بأنه في شيء قد يتغير. هلأ من الناس اللي عندهم إيمان وعندهم طاقة كمان ممثلة رح نخدها عبر الهاتف، ممثلة ندى أبو فرحات. مساء الخير. طبعا مساء الخير لجميع. اليوم بأي بشي ساحة أو وين اليوم؟ مش عم يلحق لك من ساحة لساحة.
كانت بالساحة، كان في بريس كونفرنس لنساء الثورة. نعم. ندى، شو اللي نزلك على الساحة؟ شو اللي نزلك على الشارع؟ شو اللي خليك تشاركي بهذه الثورة؟ أول شيء المطالب كلها اللي صرنا عم نقولها من أول نهار الثورة هي اللي حمستني. ما بدي أنكر إنه أول نهارين هيك كنت عم بتفرج وعم بيطلع الأدرينالين، يعني إنه إيه هيدول هن مطالبي أنا كمواطنة لبنانية قبل ما أكون امرأة وقبل ما أكون ممثلة وقبل ما أكون كل شيء. أنا إنسانة مواطنة وعم بسمع بالشوارع هالمطالب يلي صلني من أول ما خلقت مش حاصلين عليهم، يعني اللي هن أقل حقوق الإنسان. حقوق بديهية يعني. فحسيت هيك بعد نهارين وهكمية العالم وهالوحدة الوطنية اللي شفتها، حسيت إنه ما بقدر. تستاهل. طب ندى، تعرضتي لشتائم، تعرضتي لمضايقات كثيرة شفناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا جوازتيها؟ صحيح. هلا كنت بالبريس كونفرنس كنت عم بحكي عن هذا الموضوع. بدي أقول شغلة، هول الشتائم كلها الناس اللي عم تشتم هي ناس خايفة، يعني نحن خلقنا وتربينا على الخوف، هي ناس خايفة، خايفة تترك زعمائها، خايفة ما يكون مغطيها شمسية طائفية، خايفة وخايفة وخايفة. هول الناس ما في يجاوب عليهم، أنا ما في يرد عليهم بالأحسن. في ناس من الوسط الفني شتموكي كمان. صحيح. بس هيدول الناس إذا بتشوف إذا بتفوت يعني لما سميه بالاسم. هيدا الشخص، هيدا الشخص أنا وصلني تويت من عنده مصور الثورة ومصور جروب نساء أنا كنت من ضمنهم عم نطالب بحقوقنا اللي هي حقوق شريفة، يعني ما بدي استعمل كلمة تانية. وحاطط الفيديو على الوول عنده وعم ينشر عرضنا. طيب ليه؟ هيدا السؤال. انتوا يا جماعة ليش ضد الثورة؟ اول سبب في خوف، ثاني سبب طبعا في مجتمع ذكوري طاغي علينا ومجتمع ذكوري فاسد اذا بدك طاغي علينا نحن نساء. هيدا شيء ثاني. من هونيك ورايح جاوبتوا لهيدا الانسان بتويت حاطه هو بن على الوول عنده قايل فيه بالحرف الواحد اللي بده يعضني بيكون خايف مني. قمت جاوبته على المسج اللي هو كتبه عن هيدي عن نحن عن الفيديو تبعنا، جاوبته هل انت هلا ريدي انه تعضنا؟ بمعنى اخر هل انت خايف منا هالقد؟ وكتب لي بده يكتبه. نعم. ندى، ما رح تتعبي، رح تضلي بالساحات، رح تضلي تتظاهري، رح تضلي تشاركي بكل هيدي الحراك. هيدا الحراك ما بدي اسميه حراك، هيدي ثورة. هيدي ثورة تاريخية. نحن ممنوع نتعب، نحن صرنا 30 سنة تعبانين. بحق لنا هلا نحن ندلي تاريخ جديد للبنان. وانتم شايفين بالشارع مين فيه؟ في طلاب جامعات، في ناس حضارية مثقفة عارفة لوين رايحة. هول ما بينتركوا. هول هن اللي بدهم يأسسوا دولة جديدة، بدهم يأسسوا لبنان جديد. هول هن. نحن ما رح نطلع من الشارع. بالعكس نحن ناطرين هلا السد ثانية، وإذا ما كانت على ذوقنا رح نضلنا بالشارع ورح يصير في تصاعدات أكثر وأكثر وأكثر. وأنا مع مليون ونص ومليونين سائر على الأرض منقلكم كلنا إنه نحن ما رح نتراجع، لو شو ما كان في علينا ضغوطات ما رح نتراجع. هول الضغوطات معروفة تاريخيا بكل الثورات بالعالم. هول الضغوطات ما فيكم تضحكوا علينا فيهم، ما فيكم ترجعونا على بيوتنا من وراهم، كله صار على المكشوف. جيل واعي لدرجة إنه يقدر ينزل على الشارع ويطالب بحقه لو مين ما كان. نحن هدفنا هلا أهم شيء نقدر نفسر للعالم الحزبية شوي وشوي إنه رجعوا على الحضارة، رجعوا على مطالبنا اللي هي برات الحزب، برات الروايط. هيدا أول هدف عنا إياه. وبعدين من هونيك ورايح طالما بقينا نحن متحدين وبإيد وحدة أنا أكيد رح نوصل، ومش هلأ رح نوصل، مش بعد جمعة وجمعتين. أنا شخصياً كأنا كندا
بقول انه بدنا من هلا لعشرين سنه على قد الفتره الفاسده يلي حكينا فيها، من هلا لعشرين سنه نحن فخورين انه نحن بلشناها للثوره. ممثل ندى ابو فرحات بتشكر مداخلتك، شكرا كثير لك. بديع، هجرت على كندا ورجعت، يعني عملت مشيت عكس السير شوي، ندمت بصراحه؟ ابدا، هيدا الاحساس اللي حاسه هيدي الفتره بهالايام اللي مرقت بيسوى كل دول العالم. هيدا الاحساس اللي حاسه بهالثلاث سنين اللي قعدتهم هون بيسوى كل شيء عشته بحياتي. هيدا الامل اللي عم عيشه هلا، بشوف فيه ولاد كبار، بشوف فيه العالم مجموعين، بشوف فيه طرابلس، بشوف فيه نبطية، سور، كل المناطق بلبنان، بشوف إعادة هيكلية للبلد مثل ما كنت أحلم فيه ومثل ما كل الناس كانوا يحلموا فيه ومش طالع بإيدهم. إجت الحرب قضت على كل شيء. أهم شيء ينعمل من بعد الحرب هو النقد الذاتي والأخطاء اللي عشناها والأخطاء اللي ارتكبناها. مظبوط، ارتكبنا أخطاء، بس هلأ اجى وقت نبني. أنا حاطت كل أملي بهيدي الثورة إنه ترجع تصلح البلد، مش معناتها تلغي حدا، لا بالعكس، هي مشاركة بين كل الناس وبين الخصوم، حتى بين خصوم الثورة، ما هن كمان لبنانية وعايشين مثلنا مثلهم. بس هيدي الثورة إذا ما كملت أنا بعتبر حالي خلصت. إيه عن جد، الفرصة الأخيرة. ليه ما بكتك ثورة؟ يعني ده بكيتي بهالأسبوعين؟ أول نهار يعني، مش أول نهار، أول ليلة إذا بتتذكر، بلشوا بالليل يتجمعوا على الطرقات، نزلت أنا وابني لا حسسوا بهيدي التجربة اللي أكيد هو ما عاش عمره على أنطلياس. صح. وطلعت على الام تي في بوقتها، هي عم تسألني جويس ليه جاي، بكيت، قلت لها كرمال ابني. وهلأ اللي قالوا بديع عن تجربة كندا، هي كنت أنا رح يعني كنت رح عيشها عاجلاً أم آجلاً، لأن أنا ما رح كنت خلي ابني يعيش هون ولا يتعلم هون ولا يمشي على طرقات. شو تغير هون. هلأ؟ ما صار شيء، ما تحقق شيء، بس في إمكانية أنه تحقق، يعني في إمكانية أنه نعيش سوا. أنه تخيل أنه في إمكانية أنه نعيش أنا وابني، شو هالحلم؟ بس قبل ما كان في هالامكانيه، كنت عم نبش من هلا على جامعه برا تستقبله لحتى يفل من هون، يفل من اجواء هون، يفل اذا بدك من ثقافه هون، لانه لما بيضرب الفساد بيضرب كل شيء، بيضرب الثقافه، بيضرب المجتمع، بيضرب كل شيء. ما كان بدي اياه يعيش كل التجارب السيئه اللي نحن عم نعيشها. يمكن نحن تعودنا وقبلانين، وفي بعض الناس حتى اللي ما نزلت وما شاركت وما بتعني لها تعودت تعيش على لايف ستايل معين، بس ولادنا لا، نحن متمنين لهم الافضل. مستقبل ولادي هو البكاني، ومستقبل ولادي هو عم بخلينا انزل على الطريق، وحلم هيدا اللبنان اللي بيساعدنا كلنا بكل تناقضاتنا ونقدر نعمل بلد جيد فيه اقل يعني اقل حقوقنا، بعدين بنبلش نطالب بمطالب. نعم بديع، شفنا في جو لا طائفي سيد بالاسبوعين الاخيرين، هيدي مرحله وبتمروا او لا؟ في شيء تغير؟ مزبوط، لا هيدي فاكت، هيدي حقيقه. هيدي حقيقه بينت انه طريقه السلطات بالتحكم بالشعوب هي بحاله الفرز، والفرز يعتمد على الفرز الطائفي والفرز الطبقي والفرز السياسي. هيدا الفرز سقط هلا، سقط. يعني تصور في ناس قديش كتبوا، بس شافوا حراك طرابلس مثلا، لنقول كتبوا انه بدي انقل نفوسي على طرابلس. طيب هيدي شغلات ما عاشها لبنان بكل تاريخه، يعني من قبل الاستقلال حتى من قبل المتصرفيه ما عاشها هالقد. فاذا نحن هن معيشيننا بوهم على طول، الفراغ، الانهيار، الحرب الاهليه، هودي الكلمات اللي بتخوف الناس اللي بيستعملوها على طول وهي وسيلة للتحكم بالشعوب سقطت. ما في فراغ، الفراغ نحن عايشينه. ما في انهيار، الانهيار نحن عايشينه. الثورة أنعشت الناس. لبنان وصل لمرحلة أكبر بلد بالعالم باستهلاك الأدوية المهدئة للأعصاب والانتحار، يعني شغلة كارثية صارت. هيدا كله وهم عايشينه. نحن بدنا نتشارك
هيدا عم نحكي نحن هلا عواطف، ولكن اذا بدنا نيجي نحكي علم، اكبر خطأ قاتل تمارس السلطة اليوم هو المماطلة بالاستشارات. يا جماعة في وضع بالبلد خطير، اخطر مرحلة بيمرق فيها البلد بتاريخه، تنقبل ورقة الاستقالة بتتحدد الاستشارات تاني يوم، اذا الواحد بهمه شعبه بيحدد ورقة الاستشارات تاني يوم ببلش بالاستشارات، مش بتصير الاستشارات تحت الطاولة وبعدين لتجي حكومة مقاولة بيتوافق عليها الجميع. ما بدنا نتوافق على حكومة، حكومة توافقية هي بدعة سخيفة مرتة لهالدرجة، هي بدعة ما فيها تحقق أي قرار صغير. منشان هيك علميا ودستوريا مفروض الاستشارات كانت تتم جمعة الماضي. المماطلة هي محاولة إجهاض لأحلام الناس، هي محاولة التقليل. برأيك انه الناس رح تزهق ورح تملوا ورح تقوم على تسكير الطرقات، ولكن الشعب اللبناني الخلاق رح يلاقي له 100 باب كل يوم، رح يلاقي له 100 باب يفوتوا منه كل يوم، ما يفكروا انه رح يرتاحوا. يا جماعة مصلحتكم كخصوم كسلطة، مصلحتكم انه تنفذوا الدستور، تطبيق الدستور، وحكومة بعيدة عن القيد الطائفي، مؤلفة من اختصاصيين وهم عمليا موظفين، ما في لهم دعم سياسي وراهم، يعني هو قوي باختصاصه وضعيف سياسيا. هيدا بفيدني أنا لأنه ساعتها بقدر حاسبه بسهولة، مش إذا بدي إجي حاسبه بيقولوا لي لا عم تحاسب هيدا لأنه شيعي وعم تحاسب هيدا لأنه مسيحي وعم لا، أنا بدي موظف ضعيف سياسيا لأقدر أسقطه وحاسبه إذا ما قام بواجباته. ثم ننتقل بعدها إلى قانون الانتخابات والإسراع في قانون انتخابات جديد، والمفاجئ بالموضوع أنه نحن عم ندعي لقانون انتخابات جديد وبعد ما عندنا فكرة كيف بده يكون. الناس اللي بالشارع وخصوصا بالمناطق النائية سبقونا بدهم قانون انتخاب مش طائفي، يعني عجلوا أكثر منا بكتير. الثورة أسهمت بشغلة، كل الحكومات وكل السلطة اللي توافدت على لبنان ما قدرت عملتها، وهي تنمية الأرياف. الثورة نمت الأرياف، الثورة خلقت حس وطني بالمناطق النائية، الثورة خلقت خطاب بالناس اللي ما قدروا تعلموا يحكوا خطاب أهم من مثقفين صحيح. وأهم من متعلمين يحكوا خطاب حقيقي. هيدي تنمية الأرياف بالمناطق المحرومة، بعكار، ببعلبك، بالهرمل، بالنبطية، بالجنوب، مناطق محرومة ما كان ينصرف عليها ليرة من الدولة، كانوا زيتين للناس، هني خلقوا وجودهم بإيدهم، هني فرضوا وجودهم بإيدهم. ريما، كان عندك مواقف سياسية إذا فينا نقول حزبية، هلأ تخليت عنا، تعدت عنا، صرت كلهم يعني كلهم؟ ليه؟ صرت كلهم. ما كنت عندي مواقف حزبية يعني ما كنت بنتمي لولا حزب، بس إذا بدت أنا كنت بنت بيئتي يعني أنا بنت خلقت بالحرب وربيت بعين الرماني، كان عندي هيدا التعاطف مع الشباب المقاوم بمنطقتي اللي كنا يعني اللي فرزونا على هيدا الأساس، هيك تربيت وهيك عشت، يعني الإنسان ابن بيئته. بس مع الأيام أنا اشتغلت على حالي لأقبل الآخر، الآخر اللي بسمع كل الوقت أنه هجرني، تصالحت معه وتصالحت مع الآخر مين ما كان هيدا الآخر، يكون ما بيشبهني سياسيا وعقائديا وثقافيا. فطلعت من هيدي قصة السياسة والتحزب لشخص. أنا اليوم مع كلهم يعني كلهم، ولليوم ما في حدا سمع مطالب الناس ولا غير سعد حريري. من منطقة وحدة صح؟ أنا مفروض كنا مختلفين. من منطقة وحدة دفعت ثمن، دفعت ثمن كبير بالحرب، وبعدها يمكن بمكان ما عم تدفع. صحيح صحيح، بس أنا هيدا شيء كله تخطيته، بتتخيل؟ كتير اشتغلت على حالي، على الإيموشنز، على العواطف، على الكلمات اللي سمعتها من أنا وصغيرة، إنه هيدا التاني مثلا البشياح أنا بعين رماني، هيداك جاي لينا يأكلنا، طلع بالآخر كله كذب، ما في حدا رح يأكل التاني وما في حدا رح يقتل التاني، ومثل ما قال ما في حرب أهلية لأنه ما حدا مستعد، لأنه كلنا كبرنا وتعلمنا وعلمنا مفروض أولادنا. هلأ في بعض الزعرانات بتصير بالشوارع، بس هيدا ما قال معنا هيدا ناس يعني. بديع باختصار، في جمهور تاني، في شارع تاني شفناه أحد الماضي وفي غيره كمان،
لهيدا الجمهور اللي بعد منه مقتنع بالثورة وبيعتبرها ثورة زعران، شو بتوجه له؟ ينزل يجرب، ينزل يجرب شو يعني حس وطني. تنحكي هيك شوي بشكل حلم أو بشكل مثاليات. في مجموعات مختلفة بالبلد وهذا شيء طبيعي. نعم. طيب ما عندك حل، يا بدك تقتلهم كلهم، يا بدهم يقتلونا كلنا، يا بدنا نهاجر كلنا، يا بدهم يهاجروا كلنا، يا بدنا نعيش مع بعض. ما في حلول غير هودي. طيب هدوك الحلول الأولانيات هوديك مش ممكن يصيروا، يعني برهنت كل التاريخ أنه ما بيصيروا. المنتصر الوحيد هو أنه نعيش سوا، ولكن لنعيش سوا بدنا إدارة، وهذه الإدارة مفروض تكون مستقلة. وثم وعتبي الآن، عتبي على الأحزاب العقائدية وعلى الأحزاب التي تعتبر حالها أحزاب عصرية، عتبي لأنه ما قدرت عملت هيكلية بداخلها وطورت نفسها لتواكب هذا العصر، ظلت موجودة بشكل تقليدي مع أنه فيها وجوه جدا شابة وعصرية وحضرية ومتطورة ممكن تقود هذا الحزب. رح يصير في انتخابات نيابية، والانتخابات النيابية على الأساس الحزبي هي شكل علمي مهم جدا. وهذا بتفكر بالترشح للانتخابات بصراحة؟ لا، أنا ممثل. بقى هيدي الأحزاب لازم ترجع تعمل إعادة هيكلية تواكب العصر، وتفوت من خلال الانتخابات النيابية بمشاريع، وتنسى القصص الطائفية، وتنسى حزب الطائف الوحدة، ويصير أي إنسان في يدخل بأي حزب حسب مشروعه. هيدا التطور بيقول هيك، بس هيدا التطور بيتطلب ثورة بداخل الأحزاب، ثورة بداخل الطوائف، هيدا بيتطلب ثورة داخلية كمان. كلام ممتاز. بدي أنهي معك ريما. بدي نحن بمرحلة فينا نقول مفصلية يمكن تاريخية حتى بتاريخ لبنان. أنت إعلامية وعم بتشاركي هلأ بالحراك، بس أنت قبل كل شيء أم لولدين. بدي تطلع بالكاميرا اللي ورايي وتحكي إلي وإلا ماريا ليلي، شو بتوجهي لهم إذا عم بيحضروك عبر الشاشة؟ أنا بدي أقول لهم أهم شيء الكرامة، وأنا بدي دافع عن كرامتهم، وأنا بدي صوره، وأنا لو راحت عليهم سنة دراسية كاملة أنا أم وعم بقول هيدا الشيء، بدي إياهم يشاركوا بالحراك، بدي إياهم يعرفوا شو يعني ثورة. أنا الثورة مش بس بهيدا المطرح، ثورة على التقليد، على المفاهيم الغلط، على كل إشي ربونا عليها خاطئة. بدي إياهم يعيشوا حدي، يعني بحلم بهيدا الشيء ببلد ما عم بيقدر يحقق لها الحلم. شاركوا بالثورة وكونوا ثوار بحياتكم، لأنه هيدول الناس اللي بينجحوا. ياريت تبقوا حدي لحتى نبني وطن أنا ما قدرت عشته ولا يوم من حياتي قدرت عشته. وإن شاء الله أقدر أكون أم وبي مع بيكم، كون قادرين نأملكم عيش كريم، لأنه حسب ما الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن ما حدا يقدر يأمن لأولاده العيش اللي بيستاهله أو اللي بيحلم فيه. فصوروا قد ما فيكن وصرخوا، وهيدي السلطة بتستاهل إنكن تصرخوا بوجه نزعت لنا حياتنا، ما تقبلوا تنزع لكم حياتكن. ديما جان بدي أبو شقرة بدي تشكركم، إن شاء الله هالعدوى التفاؤل والثورة كمان تعم على كل اللي عم يحتروكن. شكرا. مشاهدينا متوقف مع استراحة إعلانية، نتابع من بعد هذه الحلقة الخاصة مع الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.